على رزقنا بالعهلينا رزقنا ورزقنا على رزقنا بالعهلينا 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 كيكون الفم عايشه بها 4 نفوس. عندي 2 المرضى، الراجل مريض والولد مريض. مشيت عند الخايب قبل وقلت له سيدي راني سمعت التحوال غير يتحول، قلت له سيدي راني اكثر من 16 عام وانا هنا، وكانوا كيقولوا قيدوا بغيت نجي نشوف نتاكد واش انا مخيده ولا لا. قال لي راه التقيه دازت في 2015، قلت له انا قبال من 2000 من 2003 ولا 2004. قال لي سيري غتستافدي منك منهم. مشيت علاش انا غنستافد اليوم؟ راني صرني نوضوني والو. قال لك دير طلب هالطلب هاك هالورقه تاع ولد مريض ها هي ما لقيتش باش الدواء بس كنتي ما لقيتش هذا اللي ما شريتش ليه الدواء ما كانتش معاه في الدار كيخرجني. حنا 4 الناس نباتوا عند الجيران. هذا اللي قطعت لي الدواء كنخدم على الدواء. انا صبحت شرين هذه وانا قاعده تنضي في غنمشي في غنمشي. عمو كنا كنبريكو لي بها باش نقول لك خياطه راني كنخيط على الروتوش غالحوايج قدام وكنروح العشاء لولادي. واليوم راني صبحت الله الله من ورايا الثقه. انت العمليه انا داير العمليه كروسه من 96 ديال الخبز وانا حاطه في الشانطي. يحولونا وردوه يحولونا وردوه واللي من ورايا جا من ورايا استافدوا. وانا داير العمليه مابقيتش قدرت نخدم خدمه مابقيتش قدرت نخدم. انت انت الطبيب خالد ما بقيتش قدر نخدم دار لي الطبيب ورقه انت باش كنبيع نشري باش انا مين ودني انت انت عاش سيدنا المودافين شادي النوامر صحاب التقاعد شادي النوامر وحنا اللي ما عندوش مشكله تقاعد لا والو ما شاد حتى نمره. ها هما ها هما السوق كلشي كيشوف ها هما المودافين شدوا صحاب التقاعد شدوا كلشي شد وحنا من 96 ها من ورايا شدوا ما من ورايا ما شادي اللي 4 الناس ها من ورايا دخلوها في 2015 كاين اللي ما كملش العام وشد صحاب التقاعد عاطينهم والمساكين راه مجردينهم الخبز واتاي ما لقيناش. حنا الضو الماء من دخل هاد المرض وحنا ما سمعناش باش نخلصوا الضو الماء عام دروك عندي ديال الضو الماء شي 140 الف ريال وما يزيد عليها. وشوف هاد الناس جردونا هكاك هكاك جردونا وجوعونا درهم ما كايناش في جيوبنا. كنا بغيت الدرهم نشدها من عند صاحبي نقول له توعد نقول له الدرهم مين دار ليا غنعودو نطلبو حنا. صحاب التقاعد شادين الوامر وداخلين شادين السوق. مشيت ديت فراشة دخلت برقول بيا شي جابو لي مخزني نوضني من تما قال لي سير حيد من تم سير حيد هذيك الطريق سير دخل داخل ليه هادو داروا معايا مزيان قال لي سير دخل داخل ليه الاخرين لا باغي ينوضوني لا عندهم النوامر باغي ينوضوني كاك باغي ينوض. مشى جابوا المخازنيه وجابوا قال لي سير هذاك راه جا هذاك دخل عشوائي. فين غنمشي انا؟ قول لي فين غنمشي؟ قول نقول في الشانطي غيجروا عليا غنعود تما انا اللي داير الاجرام. دخلت السوق نوضوني قال لي ما تقعدش حتى تم نوض من تم دوروا بهم على المحابق دوك البلايص قعدوا بهم المحابق. كاين اللي حاط فيهم 3 المواتر بين النمره وحاط فيها 3 المواتر وكاين باركين برا وحاطين المواتر لداخل في النوامر باش ما يعمرهم حتى واحد. انا ما نكذبش انا يلا حدا مولين الحوايج تشوف المواتر محطوطين وكاين الباركين برا والمواتر محطوطين دريب خاوين فين يعطوا الناس فين يفرشوا قلت راه تقول الله داكشي اللي جاب الله وخي صورات من باكي تسكر ويدخل لعند ولادو. في السوق هاد العيالات راه كلشي دايره الفراشه هما اللي دايرين فراشه في السوق وجا نوضو انا القيد وهادو المخازنيه ومن اللي مشي من اللي نضى قال لك اودي راه حنا غادي نعطوكم وغنديرو غنديرو غنديرو اليومين هذا حنا باقي ما شلنا حتى شي حاجه راه حتى حاجه وليدي ما شلناها وهذاك هي اللي كنشرو بها الدواء اللي كناكلو منها اللي كنصيرو منها هي هذيك هذيك الفراشه اللي كنا دايرين. الله يرضي عليكم الا ما شوفوا فينا الله يرحم الوالد. خدام في السوق مخدام معاه 18 عام وانا خدام معاه في السوق ودفعت شكاية ومقيد وعاد القيد وعاد رئيس دايرة وعاد العامل ومازال ما داو معايا والو كل نهار كل نهار كنمشي ونجيد والحالة فقيرة عكريين الدار تحت
وضيع صوت سيدنا وخاصهم يعطونا نوامر. منساوش تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.